ده يا سلام بقى لو خدنا البطوله كمان ان شاء الله. يعني الناس هتبقى ان شاء الله باذن الله يعني لسه بتحط رجليها في النادي الاهلي ببطوله. في ناس بتلعب تاريخها كله ما بتاخدش بطوله. صحيح. كابتن ربيع ان شاء الله كمان اسلام يا كابتن ربيع. هنا دي انا عايز اقف عند دي يعني. طب ناخد كابتن طبيعي. سيد تاني. كابتن سيد اهلا بيك. كابتن مين؟ اتفضل يا كابتن اتفضل. بقول لك يمكن في مواقف كده بتمر في الزمن يعني في ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها من القريب والبعيد والصغير والكبير واللي موجود واللي موجود يعرف يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه روح النادي الاهلي ويعني ايه مهما كانت الخيرات ومهما كانت الاتصالات ومهما كانت المؤثرات والعقبات يعني ايه بتلعب لحد اخر ثانيه يعني ايه بتلعب لحد اخر لحظه. ثقتنا في لعيبتنا في جهاز فني موجود او حتى ثقه اللعيبه في نفسها ده ممكن يبقى امر طبيعي، لكن ثقه الناس اللي موجوده في المدرجات او على بتتفرج في الشاشات او اللي ماشيه في الشارع ولا حاجه ان النادي الاهلي يعني عنده القدره ثقه في ربنا، عنده القدره ان هو يرجع للماتش في اي وقت، عنده القدره ان هو يتفوق على نفسه مهما كان مجهد ومهما كان تعبان، اعتقد دي اهم المكاسب. يمكن انا قلت النهارده في اثناء حديث يعني النادي الاهلي عباره عن جزء من مصر وجزء كبير جدا 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 بيأكد معنا ان الانسان المصري طالما هو عايز حاجه ومهما كانت الصعوبات اللي بتواجهه ولا حاجه لكن هو عنده ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وثقه في حلو قوي حلو قوي يا كابتن التعبير ده ان هو يحققها. حلو قوي تعبير جميل قوي فعلا تعبير في محله فعلا. يعني قول لي يا كابتن سيد فرحه الماتش ده ليه غير اي فرحه او فرحه مميزه قوي؟ شفتها ازاي؟ انا اكون يعني برضو صراحة جدا في الموضوع، احداث البطوله مش عايز اقول سخانات يعني مش عايز اقول كده لكن هي فعلا حصل ده. يمكن احنا داخلين البطوله طبعا عندنا اهداف كبيره، تلاحم الموسم مع الاخر، ما عندناش اي فرصه، راعينا مصلحه منتخب مصر على فكره قبل حتى يمكن مش عايز اقول قبل مصلحتنا بشكل صغير لا بشكل كبير. يمكن احنا عندنا لسه دور قبل نهائي في كاس مصر هيبقى يوم 9 او 10 ان شاء الله وبعد كده ربنا يقدم بخير ونوصل للنهائي ان شاء الله. هيبقى عندنا فتره زمنيه خصوصا ان ماتش الترجي كمان اتاجل بشكل رسمي، عندنا فتره زمنيه تسمح لنا ان احنا ممكن ناخد راحه، لكن اللعيبه اللي هتنضم للمنتخب مصر مش هتاخد راحه خالص. كنا ممكن يعني نخلي اللعيبه كلها تبقى موجوده معانا في البطوله العربيه كده ومحدش ياخد راحه خالص اطلاقا، وبالتاكيد ده كان هياثر على منتخب مصر لان هم هيتجمعوا يوم 16 او يوم 17. فشفنا مصلحه مصر هي الاهم، مصلحه المنتخب موجوده وعملنا راحه لكل اللعيبه وثقتنا في اللعيبه اللي موجوده اللي شفتوها النهارده واللي مهما كان حتى اللعيبه اللي ممكن تكون بقى لها شهور مش سنين موجوده لكن الروح موجوده والاصرار موجود. يمكن انا القدرات بتختلف ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لانسان ما بيبقاش موجوده للثاني، موهبه عند انسان مش موجوده عند الثاني، لكن الروح هي اللي بنحاسب عليها، الاصرار هو اللي بنحاسب عليه، الدين هي اللي بنحاسب عليها. اعتقد ان النهارده حاجه تدرس لو اتعملت حتى في المراحل التعليم الاساسيه والله والله اعتقد ان ممكن تبقى خطوه بعيده جدا وخطوه مهمه جدا. دي فعلا دي حقيقه. انا عايز احييك على حاجه بصراحه واحيي كابتن حسام بدري على حاجه. عايز احييك على ان انت امتصيت يعني الحماس بتاعه النجوم اللي احنا بنشوفها دي دلوقتي وبنشوفها بتتالق، امتصيت حماسهم امتصيت يعني رغبتهم في اللعب الفتره اللي فاتت دي كلها، وبالرغم من كده اللعيبه دي سكتت واللعيبه دي اتمرنت كويس قوي واللعيبه دي اظهرت للجميع ولكل المنتقدين ان احنا لعيبه كويسه كنا على اسم النادي الاهلي. بص يا كابتن حميد خليني اقول لك بس المعنى الاهم يعني تمام يعني بيني وبينك مفيش عشم في الشغل. اي عشم في الشغل بيضيع الدنيا دي حقيقه يعني العشم بره الشغل اللي هو ده اللي ما عنديش مشكله فيه خالص. دي حقيقه. اصحاب ونبقى اخوات ونبقى قرايب ونبقى زي الفل تمام التمام يعني تمام، لكن طالما دخلنا شغل في امانه ومصلحه نادي واسم نادي هو الاساس، فعشان كده هتلاقي ممكن اخد من واحد موقف وممكن اخصم لواحد موقف مثلا يعني وبعد نص ساعه بتكلم معاه عادي جدا. الموضوع مش شخص. دي حقيقه. الموضوع في نظام محطوط احنا اتربينا عليه وشفناه وتوارثناه مع الاجيال واللي جاي بعدي واللي جاي بعد كابتن حسام واللي جاي هيبقى كده برضه هي كده يعني هي دايما حتى على مستوى الدول الكبيره يعني السياسه موجوده بشكل اساسي. يجي حد عنده فكر كويس، يجي حد عنده رؤيه كويسه هيطور لك الدنيا تمام. لكن في عالم الرياضه مفيش حاجه اسمها واحد ينجح يغير المنظومه ويعمل المنظومه ويعمل كل حاجه يعمل كل حاجه هو ما ينفعش ابدا. كل واحد له دوره وكل واحد له اختصاصه وكل واحد له مكانته. ممكن اساعد زميل
ممكن يستشرني في حاجه، لكن في النهايه انت اللي بتحاسب يعني. اللعيبه عارفه كده كويس، عارفه اللعيبه الكبيره بالذات دايما بقول هم الاستاذ بتاعك اللي انت بتستند عليه، وهم اللي بيوصلوا رسائل كثيره لوسط اللعيبه، مفيش مشكله خالص. لكن اللعيب الكبير يعني انت بتديله مكانته وقيمته، وفي نفس الوقت لازم يكون موجود في وسط الفرقه لما بتعوزه بتلاقيه، ولما بتحتاجه بيأدي الواجب اللي عليه. اللعيب الصغير نفس الكلام، عليه ان هو يحترم الكبير بشكل كبير جدا، عشان لما يبقى في نفس المكانه يبقى عارف الاصول ماشيه ازاي. يعني انت النظام في النادي الاهلي اعتقد ان هو سهل بسيط، تمام؟ الشغل في النادي الاهلي ممكن يبقى فيه ضغوط كتير، ممكن يبقى فيه مسؤوليه كتير، وممكن يبقى فيه حاجات كتير قوي 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 قوي، لكن المنظومه بتاعت الاهلي بتسهل لك حاجات كتير. اكيد اكيد، يعني النظام اللي هو السهل الممتنع يا كابتن سيد، لو 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 جاز التعبير يعني. يعني لا، وهتلاقي وليد صلاح الدين عنده. قول لي يا كابتن، برنامج الفريق ان شاء الله الفتره اللي جايه ايه؟ يعني احنا بكره طبعا كان في مجموعه كانت خدت راحه اكيد انتوا عارفينها، ودي ما كانتش موجوده بقى لها فتره، فدي هتتمرن بكره. لكن كل اللي كان موجود في المعسكر النهارده، وبكره اجازه ان شاء الله، وهنتجمع يوم الاحد باذن الله تمرين الساعه 6:30، وباذن الله انا هحضر القرعه بتاعت يوم الاثنين اللي هي بتاعت السيمي فاينل، وهنشوف مين اللي هيقع معانا بقى ايا كان الوضع. يعني هنلعب الاربعاء ولا هنلعب الخميس، على حسب ما نشوف الدنيا ماشيه ازاي، وهنشوف كابتن حسن البدري هل رؤيته بقى هيبقى معطل قبلها بيوم في اسكندريه، قبلها بيومين، اي قبلها بثلاثه، دي خاصه كابتن حسن البدري. في كل ده هنقوله وهندرسه ان شاء الله من لحد باذن الله وهنعلن. اكيد يا كابتن سيد، يعني انا عايزك برضو تقول لي، احنا كانت فرحتنا بالمكسب، وفرحتنا ان احنا لقينا اللعيبه اللي هي المفروض ان هو بيتقال عليه بيتقال عليها صف ثاني، وانجاز التعبير يعني هي البدله، بنفس مستوى الفريق الاول او الفريق الاساسي للنادي الاهلي، كانت فرحتكم نفس الفرحه وتفكيركم نفس التفكير؟ طبعا، يعني خلي بالك بس، يعني احنا لو ما عندناش ثقه فيهم وفي امكانياتهم وقدراتهم وشخصياتهم قبل كل ده، يعني مش اي حد يلعب في نادي كبير. لو عملت احصائيه كده مثلا على اي نادي بياخد بطولات، اي نادي في الدنيا بياخد بطولات بشكل مستمر، هتلاقي في قوام فرقته في 6 7 ما بيتغيروش لفتره زمنيه بعيده، تمام؟ ممكن يقعد 10 سنين 12 سنه 14 سنه، وتبدا انت حواليه تبدا تجيب ناس على اساس ان هم يبقى عندهم نفس الثقافه او نفس الشخصيه، عشان لما دول يبطلوا ولا يبقوا مش موجودين، يبقى انت نفس المعنى بيوصل الهويه بتاعت الفرقه والشخصيه بتاعت الفرقه. فاحنا عندنا ثقه فيهم، والا ما كناش هنبقى متوترين. لو انت ما عندكش ثقه اصلا في المجموعه ديت، خلاص انت بتقول لا مفيش مشكله يا جماعه، ويعني اعملوا اللي انتوا عايزينه، تكسبوا وتتغلبوا مفيش مشكله. لا طبعا، اولا انت بتحمل اسم وتشيرت اسم النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي، ولما بيجي فرقه تكسبك او يعني تتعادل معاك، موقف النهارده زي مثلا فرقه حسين ضايع، يعني نصر حسين ضايع طبعا بنتمنى لهم كل احترام وتقدير ومفيش مشكله خالص يعني، لكن ظروفهم زينا بالظبط على فكره، حسابيا ظروفهم زينا بالظبط. بالظبط، نفس الظروف بالظبط بالظبط، لكن انت النادي الاهلي انت البطل. هم عندهم ثلاث نقاط واحنا عندنا ثلاث نقاط، هم عندهم جولين في الواحده واحنا عندنا جولين في الواحده، هم خاطرين من الفيصلي واحد واحنا خاطرين من بالظبط بالظبط. يعني الطبيعي جدا ان يبقى في نفس الرغبه في ان انت تكسب اكيد عندهم، تمام؟ اكيد. لكن هو ممكن يقول لك لا، يعني حتى لو ما كسبتش او حتى لو كنتش، انا يعني تعادلت مع النادي الاهلي بالظبط. يعني بالزبط. اللي بيتعامل مع النادي الاهلي وبيلعب قدام النادي الاهلي مهما كانت غياباته بقى ولا حاجه، فالتاريخ بتتحسب. اكيد اكيد يا كابتن سيد، يعني انا عندي اسئله كتير جدا، لكن انا هسيبك بقى علشان تريح دماغك شويه، وان شاء الله نبارك لك على البطوله، وان شاء الله تضيف بطوله جديده للنادي الاهلي. ربيع، انا اتمنى ابارك لك يا رب بطوله الشمس الوديه اللي هي بتقام حاليا، بتمنى منك بالتوفيق يا كابتن سمير، ودوت 17 طياره. الف مبروك يا كابتن سيد، طياره. اشكرك على مجهودك الكبير اللي انت بتعمله. الف مبروك. الله يخليك يا كابتن ربيع، مبروك في اللي جاي. التوفيق دايما يا كابتن، ونورتنا وشرفتنا.